السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الأخيرة لهذه الليلة من قناة السعودية، نسهلها بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة. وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في محافظة حفر الباطن. وسمو وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عدد من الدول تطورات الأوضاع في غزة وسبل إيقاف التصعيد. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين في وفاة الشيخة نورة بنت سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، سائلين الله سبحانه وتعالى يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته. كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية عزاء ومواساة لفخامة الرئيس قاسم جومار توكايف رئيس جمهورية كازاخستان في ضحايا الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو وما نتج عنه من وفيات ومفقودين. رعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في منطقة الرياض إنسان حفل الزواج الجماعي لأبناء إنسان في دورته السابعة تحت شعار فرحة عريس، والذي يأتي ضمن اهتمام الجمعية بالبرامج التنموية والتأهيلية الاجتماعية للمستفيدين، وانطلاقا من دورها لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي للأيتام وكذلك الإسهام في توعية المجتمع بأهمية مساعدة الشباب والشابات على الزواج. هذا وشاهد أمير الرياض خلال الحفل عرضا مرئيا بعنوان أثر يبقى وعرضا بعنوان بوح أم قبل أن يكرم سموه في ختام الحفل الجهات والأفراد الداعمين لحفل الزواج الجماعي. أولا أنا شاكر ومقدر لدور الجمعية وقيامها بهذا الدور الاجتماعي المهم الذي فعلا نتطلع إليه دائما، أن يكون عملنا مركز وواضح وسليم ومحترف. فهذه الجمعية تأسست على منهج واضح بيد الملك سلمان حفظه الله، ووصلت إلى هذا المستوى الذي وصلت إليه بأيدي الرجال الذي يعملون فيه وعملوا سابقا ويعملون الآن. أرجو لهم إن شاء الله جميعا التوفيق والسداد، وأن يكونوا أداة خير وعضود خير لهذا الوطن إلى الأبناء الذي هم في حاجة لهم، وكذلك البنات اللاتي يحتاجن إلى مثل هذه العطاءات. أرجو أن يكونوا جميعا موفقين في مسيرتهم وعملهم، وأن تكون هذه البلاد دائما في ظل القيادة تسير على هذا المنهج الواضح. التقى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد وعددا من المواطنين وأهالي المحافظة، وطلع سموه على أبرز المشروعات الخدمية التنموية في المحافظة. كما التقى وزير الداخلية متقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمحافظة، وأشاد بجهودهم المخلصة التي بذلوها طيلة فترة عملهم. كما التقى وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف القيادات الأمنية في محافظة حفر الباطن، وذلك في مقر شرطة المحافظة بحضور محافظ حفر الباطن، ونقل سموه تحيات القيادة للقيادات الأمنية ولمنسوبي قطاعاتهم، مشيدا بجهودهم التي بذلوها ويبذلونها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمحافظة. ثمن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالات هاتفية بوزراء خارجية إيران وإسبانيا وفرنسا وسريلانكا ومالطا وجنوب أفريقيا وبلجيكا ولوكسمبورغ تأييد بلدانهم لقرار الأمم المتحدة الذي يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر، مع الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني. كما بحث وزير الخارجية مع نظرائه آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها وإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. صدر عن الميسرين المملكة وأمريكا وهيئة الإيجاد مع الاتحاد الأفريقي بيان مشترك فيما يلي نصه.
يعلن الميسرون بدء المحادثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، وتركزت المحادثات على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار وإمكانية التوصل لوقف دائم للأعمال العدائية. ولن تتناول المحادثات قضايا ذات طبيعة سيادية أو سياسية. واتفق الوفدان بأن يكون الميسرون هم الناطق الرسمي المشترك الوحيد للمحادثات. تصل إلى المملكة اليوم طائرة الإخلاء الطبي السعودي للتوأم السيامي النيجيري حسنة وحسينة، وذلك تمهيدا لإجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بالرياض. وكانت طائرة الإخلاء الطبي غولف ستريم التابعة لوزارة الدفاع والمجهزة بأحدث المعدات الطبية توجهت إلى مدينة كانو النيجيرية لنقل التوأم السيامي النيجيري إلى المملكة. ونجح البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة منذ إنشائه عام 1990 بعملية فصل ل 59 حالة من التوائم. انطلق في الرياض ملتقى الصحة العالمي تحت شعار استثمر في الصحة، ويركز الملتقى على أهمية رفع جودة حياة الفرد والمجتمع في القطاع الصحي لجذب فرص الاستثمارات المحلية والعالمية، إضافة إلى إبراز أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الصحة والتعليم والاستثمار الطبي. في أكبر حدث صحي بالمملكة انطلق ملتقى الصحة العالمي والمعرض المصاحب له في الرياض تحت عنوان استثمر في الصحة، بهدف استعراض الفرص الاستثمارية والتجارب النوعية للتحول الذي يشهده القطاع الصحي بالمملكة وأحدث الاكتشافات والتقنيات والابتكارات والتجارب الطبية المختلفة في مجال الرعاية الصحية العالمية. ملتقى تشارك فيه أكثر من 300 شركة في المعرض من 29 دولة، وسط حضور يصل إلى أكثر من 3000 زائر، وجلسات حوارية تتناول 8 مسارات مختصة. ويتيح الملتقى لزواره من المهتمين والمختصين تطوير معارفهم ومهاراتهم. التأمين الخاص بمفهومه الدارج الآن سيزود إلى تقريبا الفترة القادمة إلى 5 أضعاف، باتجاه لدينا زيادة في السكان كما تفضلت في سؤالك الأول، بيكون عندنا زائرين، بيكون عندنا إقامة متميزة، عندنا معتمرين، عندنا سياح، عندنا فئات متعددة من يشملهم التأمين الخاص. المملكة أولت اهتمامها بالصحة الرقمية باستخدامها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فأطلقت العديد من التطبيقات والمنصات كنفيس وموعد وصحتي وأناه وتطمن للحصول على كافة الخدمات الصحية الرقمية. وكان أيضا في 2016 متوسط العمر للفرد في المملكة لا يتجاوز 74 عاما، أما اليوم فتجاوزنا مستهدفات عام 22 ليصبح متوسط العمر الفرد في المملكة يشارف 77.6. نموذج رسمته المملكة وخططت له عبر رؤيتها لتكوين بيئة صحية للابتكار الطبي وإعادة هيكلة القطاع الصحي ليكون نظاما صحيا شاملا وفاعلا ومتكاملا يقوم على صحة الفرد والمجتمع، إضافة إلى المواطن والمقيم والزائر. وقعت وزارة الاستثمار عددا من مذكرات التفاهم لتوطين سلاسل الإمداد في مجال الخدمات الطبية والأجهزة الطبية والحيوية في المملكة، كما وقعت مذكرة تفاهم لتوطين منتجات الأنسولين برعاية وزارة الصحة والصناعة بهدف تبادل الخبرات وتوطينها وسرعة توافر الأدوية لمرضى السكري في المملكة. جاء ذلك على هامش أعمال ملتقى الصحة العالمي في الرياض. عقد في مدينة جدة مؤتمر أمراض الدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمشاركة نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم، حيث يهدف المؤتمر إلى مراجعة أحدث التطورات في بيولوجيا الأمراض. نتابع. مع انتشار أمراض الدم واختلاف أنواعها، عقد في جدة مؤتمر أمراض الدم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي شمل على منتدى الهيموفيليا بنسخته الخامسة والندوة الخليجية الرابعة لأمراض النزف والتجلط. التبادل العلمي له أهمية كبيرة بأنه يجعل المختصين والقائمين على هذا المجال من الخبراء في كافة المجالات من الممارسين الصحيين أقدر على تقديم أفضل مستوى رعاية ممكن للمستفيدين من مرضانا، وإحنا حريصين دائما على أن تكون جودة حياتهم أفضل وأفضل. تقريبا في حوالي 150 بحث علمي أتقدم، في تقريبا حوالي 120 محاضرة علمية أتقدمت، فبالتالي قدم لنا الناس العلم.
أعضاء هيئة التدريس شاركوا خبراتهم السريرية في مجالات علم الوراثة الخلوية المرضية، إضافة إلى النهج العلاجي في سد فجوة الرعاية وإدارة الرعاية الداعمة. كما كان للتطورات وتحديثات في إدارة اضطرابات الدم نصيب بعرضها على هامش المؤتمر. الأدوية اللي تكلموا فيها اليوم في المؤتمر اللي إن شاء الله بيكون فيها مستقبل واعد للأنيميا المنجلية، وكمان في العلاج الجيني وزراعة النخاع العظام اللي احنا عارفينه من أول. واجه المؤتمر الممارسات والتحديات المحلية لتحسين نتائج المرضى والاطلاع على أحدث التطورات البيولوجية للأمراض. من جدة، شهد باهبري، السعودية. تشارك المملكة في معرض الجزائر الدولي للكتاب في نسخة 26 بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، ولقي جناح المملكة إقبالا كبيرا من رواد المعرض، ويشارك فيه العديد من دور النشر السعودية والجهات الحكومية. نتابع. حظي جناح المملكة المشارك في فعاليات الطبعة 26 لصالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض في العاصمة بإقبال كبير من الزوار والمهتمين بالقراءات الذين قدموا من كل حدب وصوب. تضمن الجناح على أكثر من 548 عنوان من عدة إصدارات من جهات حكومية، كذلك هناك 5 شاشات تعرض فيها برامج متنوعة تتحدث عن التطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية في كل ميادين من تراث وسياحة وتعليم. كما تعرض هذه الشاشات برامج تتحدث عن رؤية المملكة العربية السعودية 2030. جهات حكومية عدة شاركت في هذه النسخة. جناح المملكة تميز باهتمام واسع بما يحتويه من كتب قيمة ومخطوطات في مختلف المجالات، إضافة إلى ترجمة المصحف الشريف إلى لغات عدة. وأشاد رواد المعرض بالتطور الذي تشهده المملكة على الأصعدة كافة. جناح المملكة العربية السعودية وممثل في سفارة المملكة بالجزائر دائما عودنا على تقديم الجديد وإعطاء صورة جميلة للمملكة. كتب متنوعة، كتب ذات تخصصات مختلفة، يمكن أن نجد من الأدب، من الدين، من العلم والتكنولوجي كذلك في بعض الأحيان كثيرة. السعودية الآن معروفة بهذا التنوع وبهذا الانتشار، بربما التفاتها إلى الجانب التكنولوجي، إلى الجانب الرقمي. مشاركة المملكة جاءت للمرة 18 على التوالي لتأكيد متانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة في المجال الثقافي. نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يعزيان ملك البحرين في وفاة الشيخة نورة بن سلمان بن حمد بن عيسى الخليفة. وزير الداخلية يلتقي القيادات الأمنية في محافظة حفر الباطن. وسمو وزير الخارجية يبحث مع نظرائه في عدد من الدول تطورات الأوضاع في غزة وسبل إيقاف التصعيد. ختاما، شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.